عمان عمان يا أملا بأهدابي، لولا الغناء لهدني ما بي. مدي بساط الشوق أغنية من بابك العالي إلى بابي. مع إقبال نسمات صيف الأردن المعتدلة، تتوالى المهرجانات الثقافية والفنية لتعلن عن حالة وجدانية يعيشها الأردن، هي انعكاس لهويته الحضارية وإرثه التاريخي في أجواء محلية أمنية مستقرة. ففي شمال المملكة، ومندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أوقد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مساء الخميس 21 تموز شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 31، معلناً انطلاق فعالياته لهذا العام في المدرج الشمالي في المدينة الأثرية وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وقد أعرب رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين عمان عقل بلتاجي عن سروره لما حققه المهرجان عبر العقود الثلاثة الماضية من النجاح والبهجة والعمل الدؤوب، حمل خلالها مهرجان جرش رسالة الأردن الإنسانية والثقافية إلى العالم. أجد التأكيد أن نجاح مهرجان جرش في كل عام لا يمكن أن يتحقق لولا مشاركة ومتابعة جميع الأجهزة الأمنية وحرصها على أمن فعاليات المهرجان وآثار جرش وكنوزها كجزء من حرصها على أمن الوطن، فلهم منا كل التقدير والثناء. كما وصرح عضو اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة إن جرش وهي تستقبل مهرجانها السنوي للثقافة والفنون في دورته 31 إنما تؤكد على الاستمرارية في نهج الدولة الأردنية المبنية على إعطاء المساحات التعبيرية لكل أبنائها وعلى تعظيم العمل الإبداعي والفني وتلاقيه من كل أنحاء المعمورة على أرض جرش المدينة الخالدة الشامخة بمسارحها وأعمدتها ومساجدها وكنائسها. كما والتقت قناة نور سات الأردن من موقع المهرجان وزير الأشغال والنقل المهندس سامي هلسة الذي أعرب عن سروره بمشاركته حدث انطلاق المهرجان في أجواء أمنية آمنة ومستقرة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. سيدي بقول إنه الحمد لله العام 2016 بنحتفل المهرجان، وإحنا الأردن بنحتفل في مئوية الثورة العربية الكبرى، وقبل كم من يعني أقل من شهرين كان عيد الاستقلال، فالله يديم نعمة الأمن على هذا البلد ويديم جلالة سيدنا، لأنه بدون أمن وأمان ما بنقدر نكون بهذه المهرجانات وما بتكون ثقافة عندنا في أوجها. كما تم لقاء المهندس وليد المصري وزير البلديات وصرح قائلا: ميزة المهرجان بالعقد الأخير أنه في تعاون كبير بينه وبين البلدية والمجتمع المحلي، الفعاليات كلها سواء الجمعيات أو المنتديات الثقافية أو المجلس البلدي شريك بهذا العمل مع اللجنة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة المهرجان، وهذا المهرجان له جدوى كبيرة على أهالي المنطقة سواء بالحرف اليدوية أو بالفعاليات الفنية المحلية أو بإحياء وتشجيع السوق المحلي، المطاعم، الفنادق، السياحة والمتاجر المحلية بجرش. وسوف يستمر المهرجان مدة 10 أيام يتبعها 6 أيام في العاصمة عمان. ومن الجدير بالذكر أن مهرجان جرش في المدينة الأثرية
في قلب مدينة جرش إلى الشمال من العاصمة الأردنية عمان، يحولها إلى واحدة من أكثر المدن حيوية وثقافة. هذا ومن المتوقع أن يقدم المهرجان عدة عروض فلكلورية راقصة تؤديها فرق محلية وعالمية. ومن ناحية أخرى، انعقد الأحد الماضي مؤتمر صحفي في مدينة الفحيص قرب العاصمة عمان، أعلن فيه عن موعد انطلاق مهرجان الفحيص الذي سيستمر من 5 آب إلى 14 منه. وأعلن مدير المهرجان أيمن سماوي عن مشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب في أيام المهرجان الذي سوف يقدم فعالياته المتنوعة ضمن سياق ثقافي وفني مع مراعاة البرامج الخاصة للأطفال. احنا لدينا رسالة، لا نهدف إلى الربح ولا نهدف إلى يعني الجباية، بقدر ما هو نهدف إلى أن نوصل رسالتنا بالفن والثقافة إلى أكبر شريحة ممكن من أبناء وطننا. عشان هيك مهرجان الفحيص هنالك تذكرة موحدة مجانية لكل فعاليات المهرجان ب5 دنانير. هذا يعني إنه الفعالية الواحدة فقط ب30 قرش. فالهدف هو توصيل رسالتنا للعالم أن الأردن هو إن شاء الله سيبقى وكان وسيكون هو بلد الأمان والأمن، بالرغم ما هو محيط بنا من محيط ملتهب. أدام الله علينا نعمة هذا الأمن والأمان، وأدام علينا العائلة الهاشمية. وشكرا مرة ثانية لنورسات المتابعين دائما للفحيص ونشاطاتها. كما أعرب رئيس بلدية الفحيص هويش العكروش عن دعم بلدية الفحيص للمهرجان الذي يشكل منارة ثقافية وفنية لامعة في الأردن. وكما أعلن عكروش عن استعداد كافة كوادر البلدية لتقديم الخدمات اللوجستية للحيلولة دون وقوع ازدحاما مروريا، وذلك بالتعاون مع شرطة السير في المنطقة. تقوم بلدية الفحيص بتقديم كل المساعدات الإدارية والمالية وتحضير كافة المناطق والأماكن لهذا المهرجان، تبدأ من حدود بلدية الفحيص وحتى مواقع المهرجان. مواقع المهرجان متعددة، في من هذه المواقع قسم خاص بالبلدية يعطى للمهرجان لتقديم الكثير من الأنشطة الرياضية. كذلك هذه المواقع يجب أن تكون مهيئة، ولما بنحكي مهيئة تحتاج إلى جهد إداري من البلدية بتقديم الخدمات قبل المهرجان وبعد المهرجان. ومن الجدير بالذكر أن لمدينة الفحيص خصوصية جمالية جغرافية جبلية خلابة مكنتها من احتضان الكثير من العائلات المسيحية المهاجرة من كافة محافظات المملكة خلال العقود الماضية، بحثاً عن رغد العيش والاستقرار الوظيفي كونها قريبة من العاصمة عمان. هذا ويبقى الصيف الأردني حافلاً بالحراك الثقافي والفني طيلة الأشهر القادمة، حيث سنبقى في نورسات في مواكبة لأهم أحداثه.